بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، سبحان الله العظيم على هذا التقدير الحكيم. عند أول مساء يوم الخميس 27/1/2021 ميلادية رؤية هلال رمضان الألفية، ليكون يوم الجمعة غدا هو أول أيام رمضان، يوم صومكم يوم نحركم، فيكون يوم الجمعة 14 من يناير 2022 ميلادية هو يوم عيد النحر المنطبق على عيد النور. نعم يا أخوتي، هذا هو هلال شهر رمضان الذي ما سمي رمضان إلا لأجل أن فيه يبدأ هطول الرمض الذي معناه في قاموس اللغة العربية أول قطر الخريف. كلا، وليس هو هلال شهر ربيع أول كما في رزنامات آل سعود الضالين المضلين بحسب اللا تقويم، لأن ربيع أول ما سمي ربيع أول إلا لأجل أن فيه يبدأ ظهور الأخضرار وتفتح الأزهار، أولها وأعظمها صدق اللسان. إيش اللي جلب الربيع المخضر إلى الخريف المصفر؟ بل اسمعوا هذا الحلفان من جواد الجنان، وحق الله اللي خلق الأكوان إن هذا ما هو إلا هلال رمضان ذي الزلزال الهدان، 9/9 زلزال قاري، فإن لم يكن عند فجر 9 منه فسيكون عند فجر 1/5 منه، وإن لم يكن عند فجر 1/5 منه فلن يكون إلا عند فجر ليلة القدر 29 منه، ولن يبقى بعدها من عيد الفطر إلى عيد النحر إلا 70 يوما هي أيام المحنة على فرقة بني معروف الموحدين الدروز خاصة، ومن يفطر منهم على إشهار عقيدته ويتحمل الأذى في سبيلها ويثبت على قضية الأضداد كثبات جبل الشيخ وجبل السماق وجبل الشوف وجبل العرب وجبل الأزرق بوجه عواصف رياح الغرب، ذاك الذي سيحكم له الحاكم الحق الأحد الفرد الصمد المنزه عن الأزواج والعدد بمشاهدة عيد النحر بالفرج الأكبر. فارتقبوا صيحة الفجر لظهور الأملاك واضطراب الخطوط والأعظام لاهتزاز أجرام الأفلاك، إذا طلعت شمس الحقائق بمجور الفلك وطويت الأرض والسماء ذات الحبك وظهر من الحجب قائم الحق وافتضح المبطلون من جميع الخلق، توبوا يا ناس هجمت القيامة، استيقظوا يا موحدين أتى الظهور، اصبروا يا حمزاويين بدأت المحنة، ازهدوا في الحطام فلا ملام، حظكم سعيد راقبوا يوم العيد، أتتكم الساعة ارضوا بالقناعة.